ترى اهي الفتره الجايه ادي شفت لسه انا كنت بقول اهو، بص فيتوريا مع فريرا مع امير مرتضى مع شيكابالا، اللقطه دي تدل على حاجات كتيره جدا كابتن جمال. ادي لو ايه كمان لما جه فيريرا قال لك في خناقه بين شيكابالا وفيريرا، يا عم هو لسه نزل الملعب الراجل كان قاعد معانا طلعوا خناقه اهو، فيريرا بيلعبه وبيلعبه في الماتشات من اول الماتش وساعات يلعبه في اخر الماتش وبيطلع يبوس ويحط ويشيل الشاره يديها لواحد تاني، مفيش مشكله خالص. ايه بقى الخناقات بقى؟ بص هو ده العمل بقى في هدوء يا كابتن مصطفى. بص الشياكه ادي الكابتن عامر حسين طبعا يعني عضو الصديق العزيز رابطه الانديه الدوري الممتاز وطبعا يعني من الشخصيات المحترمه عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وده داخل نادي الزمالك شكل رائع جدا وحضاري جدا جدا جدا، وعجبني جدا ما فعله امير مرتضى منصور وفريرة مع نجوم الفريق. يعني اللقطه اللي فاتت ما جابش شيكابالا بس، لا ده جاب شيكابالا وجاب حازم وجاب كبار فريق نادي الزمالك. بالظبط كده، كبار فريق الزمالك، وفي هدوء وفي صمت زار نادي الزمالك وشاف التطور الكبير جدا جدا جدا.